13 14 14 14. انت بتقول 14 ثلاث مرات، انت علقت ولا ايه؟ الحديد لازم يكون مرفوع على الاخر، العدة الغلط هتتعاد ان شاء الله 100 مرة. لازم ايديك تبقى مفروده لفوق والحديد مرفوع لفوق. انتوا جايبيننا ممثل ولا بقى بطل كمال اجسام؟ السيد عامر جسمه كان رياضي، مش مفشول زيك كده. ليه الغلط ده بقى؟ ما تخلينا حلوين. جلال عنده حق يا استاذ جبر، العقل السليم في الجسم السليم. يا عم حكيم انا هقول كلمتين في مؤتمر، الموضوع مش محتاج عضل خالص، عاوز له لسان.